السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. آله وصحبه وسلم. كيف حج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حجة الوداع؟ هذا ما نريد أن نتعرف عليه في حلقة اليوم. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة وسماها حجة الوداع، واعتمر 3 مرات. في البدء أيها الأحبة الكرام، أريد منكم أن ننتقل وإياكم نسافر عبر الزمن، نذهب بعيدا إلى ذلك العالم حيث كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام يستعدون لأداء مناسك الحج. في المدينة المنورة سيدنا النبي خطب في الناس وقال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام صحابي يسمى الأقرع ابن حابس وقال: يا رسول الله، أنا حج كل عام؟ فسكت النبي قليلا ثم قال: لو قلت نعم لوجبت. ثم قال: إنه مرة واحدة في العمر. وطلب من الناس كل من يرغب في الحج أن يستعد غدا للقاء. في اليوم الموالي كل من رغب في الحج استعد. ماذا فعل؟ قام بالتنظف، قام بحلق العانة ونتف الإبطين والاغتسال والتطيب والتطهر، ثم لبسوا الإحرام الذي هو عبارة عن رداء وستار، وتجردوا من المخيط والمحيط، وبدأ الصحابة يستعدون للحج. جاء الناس من كل حدب وصوب، الرجال والنساء والكبار والصغار. يقول أنس رضي الله عنه: كان حوالي 120,000 من الرجال والنساء تجمعوا كلهم، والنبي الكريم كان إمامهم، وسيدنا جبريل عليه السلام كان إمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: خذوا عني مناسككم. فبدأ النبي الكريم بالإحرام من ذي الحليفة في أبيار علي عند المدينة المنورة، ثم جاءه جبريل وقال: يا محمد، أهل بالتوحيد. فأهل النبي الكريم بالتلبية وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا بالصحابة كلهم 120,000 من الرجال والنساء رفعوا أصواتهم بالتلبية يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بدأت الأصوات تنطلق في كل مكان، والنبي الكريم يتقدم الجموع وهم يسيرون على الأقدام. فجاءت امرأة وقالت: يا رسول الله، هذا صبي عمره 7 سنوات، هل يحج معنا؟ هل أخذه معي؟ قال: نعم، حجته مقبولة ولك أجر وتواب، خذيه معك. فإذا بالناس لما سمعوا ذلك أخذوا معهم صبيانهم، بنات وذكور. ثم جاء شبرمة وهو صحابي جليل، قال: يا رسول الله، إن أخي شبرمة لم يحج، أفأحج عنه؟ فقال له: هل حججت على نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك أولا، ثم حج بعد ذلك عن شبرمة. ثم جاءت امرأة وقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، فدين الله أولى. وهكذا النبي الكريم جاءه الناس يسألونه، كل من سأله يجيبه، وجبريل عليه السلام أمين الوحي هو معلمه. وبينما كان النبي الكريم مشغولا بالناس يستفتيهم في الدين، رجع يستريح قليلا إلى بيته، إلى زوجته
عائشة فوجدها تبكي، قال لها: يا عائشة لما البكاء؟ فاستحيت وطأطأت رأسها، ففهم النبي الكريم فقال لها: أنفستي يعني أحضتي؟ قالت: نعم لقد جاءتني الحيضة. قال: لا عليك، توضئي وقومي معنا بكل المناسك، لكن لا تطوفي بالبيت، لأن البيت صلاة لابد أن يكون فيه الطهارة. ثم قال للجموع: انطلقوا. فانطلق الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار والمهاجرين بالآلاف المؤلفة، ما يزيد عن 120,000، يسيرون على الأقدام وكلهم يرفعون أصواتهم بالتلبية. قال أنس: كانوا يرفعون أصواتهم حتى بحوا، ذهبت أصواتهم من شدة التلبية. والنبي الكريم قال للنساء: لا تسمعن إلا آذانكن، المرأة صوتها فقط حسب ما تسمع نفسها، لكن الرجال قال: ارفعوا أصواتكم بالتلبية. وقال عبد الله بن عمر: منا الملبي ومنا المكبر ومنا المهلل، بعضهم يقول الله أكبر الله أكبر، والبعض الآخر يقول لا إله إلا الله، ومعظمهم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والأصوات قد بحت ويشعرون بالغمام يضلهم، وكأن ملائكة الرحمن ترافقهم والله تعالى يرضى عنهم. مسافات طويلة قطعها النبي الكريم من المدينة المنورة إلى أن وصل إلى مكة محرما، والناس لابسين الإحرام والعرق يتصبب من الجبين والحر الشديد، ولكن هناك الهمة وهناك العزيمة، لا أحد يشكو الازدحام ولا أحد يشكو الحر ولا أحد يشكو التعب، كلهم قادمون إلى الله يقولون: يا رب جئناك من بلاد بعيدة، جئناك شعة غبرة، تركنا أولادنا وأهلينا وأموالنا وتجارتنا وجئنا إليك خاشعين، جئنا إليك مخبتين، جئنا إليك راضين. حتى وصل الجموع يتقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يرفع صوته أكثر بالتلبية، حتى إذا وصل إلى الحجر الأسود فاستلمه وقبله، ثم بدأ النبي الكريم يقول: أيها الناس خذوا عني مناسككم، افعلوا كما أفعل. فإذا بالنبي الكريم يضطبع، أزال عنه الرداء من كتفه الأيمن وصار مضطبعا، يسمى الاضطباع، وبدأ يرمل يجري جريا خفيفا، وقال للرجال كلهم ارملوا والنساء خلفهم. النساء ما عندهم إحرام، المرأة تحرم في لباسها العادي، الصحابيات رضي الله عنهن كن يلبسن لباسا عاديا، منهن من تلبس لباسا أسودا كله أو لباسا أبيضا كله أو ما تشاء، المهم لباس يكون سابغ وليس لباس زينة لا يصف ولا يشف. ثم بدأ النبي الكريم يقول: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وصار النبي الكريم يطوف حول البيت والصحابة من خلفه يقولون مثل ما يقول. أول ما بدأ به قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو يردد والصحابة من خلفه يرددون، حتى إذا طاف ووصل إلى الركن اليماني توقف هنيهة وقال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم صار حتى وصل إلى الملتزم فانحنى عليه وضمه بصدره ووجهه وكفيه، لأنه مقام فيه الدعاء مستجاب. ثم وصل مرة أخرى إلى الحجر الأسود واستلمه وقال كالعادة: بسم الله الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وعملا بسنة نبيك. وصار النبي الكريم خلفه الصحابة يقومون بذلك، حتى استكمل 3 أشواط كلها بالرمل، وبعدها أزال الاضطباع النبي الكريم في الشوط الرابع.
غطى كتفه الأيمن وصار يسير عاديا والصحابة من خلفه. هذه الكيفية غير معقولة المعنى لأنها عبادة، وكان جبريل يقول له افعل كذا لا تفعل كذا. فلما أتم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم 7 أشواط وهو دائما يرفع صوته بالذكر، توقف عن التلبية منذ أن وصل إلى الكعبة، وصار فقط تسبيح وتكبير وتهليل واستغفار وتمجيد لله تعالى وثناء ودعاء. فلما انتهى من 7 أشواط والصحابة من خلفه، ذهب عند مقام إبراهيم وقال: أيها الناس، ربنا عز وجل يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فقام الناس لكي يصلوا 2 ركعة، قال لهم: صلوا 2 ركعة خفيفتين، الركعة الأولى بالفاتحة والكافرون، والركعة الثانية بالفاتحة والإخلاص. فصلوا تلك الصلاة، ثم ذهب النبي الكريم إلى بئر زمزم وقد كان يتصبب من العرق، والصحابة كلهم متعبين لأن 7 أشواط أخذت منهم أكثر من 1 ساعة من الزمن، كلهم يسيرون على الأقدام حفاة وعراة إلا من لباس الإحرام الذي هو لباس رداء وإزار، ليس فوق رؤوسهم شيء، لا يضعون لا خواتم ولا دمالج ولا أي شيء، يكون الإنسان متشردا وكأنه يلبس لباس الموت، لباس الكفن. فلما أتموا 7 أشواط وصلوا عند مقام إبراهيم 2 ركعة وشربوا من ماء زمزم، عاد النبي الكريم مرة أخرى إلى الحجر الأسود فقبله ودعا الله تعالى. وبعد أن استراح هنيهة مع الصحابة، وكان معه الضعفاء، وكان معه العجزة، وكان معه المرضى، فكان يتريت ويقول: سيروا بقوة أضعف واحد منكم، إلى أن ذهب قريبا من الصفا والمروة وقال: أيها الناس، إن الله قد أوجب عليكم السعي فاسعوا. فقالوا: كيف يا رسول نسعى؟ فذهب النبي الكريم إلى جبل الصفا وقالوا: يا رسول الله، من أين نبدأ؟ هل من الصفا؟ هل من المروة؟ فقال: ابدأوا بما بدأ به الله. ثم صعد النبي الكريم إلى مرتفع الصفا واستقبل القبلة وأخذ ينظر إليها، ثم قال لهم: قولوا مثل ما أقول. فتلا قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. والصحابة يرددون هذه الآية. ثم قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال مثله الصحابة نفس الكلام. جبريل عليه السلام يعلم النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة ويقول: خذوا عني مناسككم. ثم صاروا يندفعون في السعي من الصفا إلى المروة. فكان لما وصل إلى قبيل المنتصف قال: هنا ارملوا الرجال، ارملوا. فصار الرجال يرملون، الآن هناك خط أخضر في ذلك المقام، قال: ارملوا. وصار يقول: اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصار النبي الكريم يجري ويدعو الله تعالى في مصاف في السعي دائما ثناء وتمجيد وذكر لله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، سبحانك سبحانك ما أعظم شانك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والنبي الكريم هكذا يدعو الله والدموع تنزل من العيون، والصحابة يرفعون أيديهم إلى السماء والقلوب مشرئبة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى وصلوا إلى المروة. وعند المروة النبي الكريم استقبل القبلة من جديد،
ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، وصار يدعو في نفسه، يدعو دعاء طويلا بالمغفرة والرضوان والرحمة والمحبة، ويدعو للأمة ويدعو للناس كلهم، والناس خلفهم يؤمنون. ثم انطلق النبي الكريم مرة أخرى من الورى من المروة في اتجاه الصفا، وسار على ذلك السعي 7 أشواط، وقف على الصفا 4 مرات، ووقف عند المروة 3 مرات. ولما أتم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حلقوا شعرهم، منهم من حلق ومنهم من لم يحلق، هناك من كان مفردا، وهناك من كان قارنا، وهناك من كان متمتعا. علمهم النبي الكريم بأن الحج أنساك 3، هناك الإفراد فقط الحج، وهناك القران تقرن بين العمرة والحج، وهناك من يتمتع يؤدي العمرة فقط ثم يتحلل ثم يستعد ليبدأ الحج من جديد. ولما انتهى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم انتظره حتى جاء يوم التروية، وهو يوم 8 من ذي الحجة. هنا النبي الكريم قال للصحابة بكي يستعدوا للخروج إلى منى، فاندفعوا جميعا إلى منى، وسمي يوم التروية لأن هناك لم يكن هناك ماء في منى، فكانوا يأخذون معهم ماء زمزم ليترووا، وهنالك صنعوا خيام لكي يستظلوا من حر الشمس. فلما جلسوا في خيامهم النبي الكريم صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وكان يصلي بالتقصير في منى، وكان الوقت كله ممتلئا بتلاوة القرآن، كان الوقت إما للذكر أو المذاكرة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن، والصحابة كانوا يتجمعون في الخيام يتلون أحزاب القرآن الكريم، ثم يتجمعون لترداد الأحاديث النبوية الشريفة، ثم يسألون النبي الكريم عن أحكام الدين وخصوصا عن فقه المناسك، فكان يجيب هؤلاء وهؤلاء. لم يكن عند النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مكبر صوت، وإنما كان يخطب بما وهبه الله تعالى من حنجرة مباركة، فكان الله تعالى يفتح الأسماع ويفتح القلوب. فلما صلوا فجر يوم 8 ذي الحجة وأصبح يوم 9 اللي هو يوم عرفة، اندفع النبي الكريم مع صحابته نحو جبل عرفة، يعني بعد أن قطعوا 17 كيلومترا من مكة إلى منى اندفعوا حوالي 10 كيلومترات أخرى في اتجاه عرفة، يسيرون على الأقدام، الحر الشديد والشوك في الطريق وحفاة، واللباس لباس الإحرام بسيط، والطعام قليل والزاد نادر، ولكن الهمة عالية والإيمان قوي، والقوي منهم يأخذ بيد الضعيف. فصار النبي الكريم يقول لهم ارفعوا أصواتكم بالتلبية، لقد جاءني جبريل وقال يا محمد لبي وأمرهم أن يلبوا، فبدأوا يرفعون أصواتهم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صاروا هكذا على الأقدام يسيرون ساعات طوال، 5-7 ساعات من المشي على الأقدام، تعب ومشقة شديدة، ولكن الحمد لله الإيمان القوي والهمة العالية لا تكاد تشعر لا بتعب ولا بجوع ولا بعطش، حتى وصلوا إلى عرفة. فوقف النبي الكريم وقال ها هنا قد وقفت وكلها عرفة، كل هذا المنطقة عرفة. فجلس النبي الكريم وانتظر حتى الزوال، فجلس عند النمرة، ونمرة الآن منطقة مباركة بني فيها مسجد يسمى مسجد النمرة، جزء منه في عرفة وجزء خارج عرفة عند الحدود. ف النبي الكريم بعد الزوال خطب خطبته الشهيرة المسمات بخطبة حجة الوداع، جمع الناس، تخيلوا 120,000 من الحجيج، رجال ونساء كبار وصغار، وعلى مد البصر على مد البصر لم يكن هناك مكبرة صوت. فوقف النبي الكريم على ناقته القسواء وكانت عالية، ووقف فوق جبل عرفة وصار يخطب فيهم، فقال أيها الناس لعلي لا أراكم بعد عامي هذا، هل تعلمون ما يومكم هذا، ما شهركم هذا، ما بلدكم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن هذا يومكم الحرام
وشهر الله الحرام وبلد الله الحرام. ثم بدأ يوصيهم قال: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل لكلكم من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه. قال: أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، لكنه رضي بما تحقرون من الذنوب، فاتقوا الله. ثم قال: أيها الناس، لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. ثم قال: أيها الناس، ليؤدي كل من ائتمن أمانته، لأن الله سيسألكم يوم القيامة، وإن كل ربا موضوع، وأولهم ربا الفضل من العباس. ثم قال كلام طويل للنساء: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم استحللتم فروجهن بأمر الله، وأعطاهم حقوق وواجبات، حتى كان النبي الكريم كل مرة يقول: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. إلى أن انتهى من الكلام والصحابة يبكون. وبعد ذلك جاءه جبريل وهو فوق جبل عرفة، فنزلت عليه الآية الخاتمة في الأحكام، نزل قول الله تعالى هنالك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم بعد ذلك جلس الناس للاستراحة، لما صلوا الظهر والعصر جمع تقديم وقت الظهر، جلسوا للاستراحة وأكلوا طعاما، وطعامهم عادة زبيب وتمر وشعير وقليل من الماء. فقال النبي الكريم: استريحوا قليلا. فتمدد الناس على الأرض يستريحون ينتظرون اصفرار الشمس. فلما جاء وقت العصر قاموا جميعا للدعاء، فبدأ النبي الكريم يدعو، كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، ويقول: أيها الناس، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وصار الناس يهللون. ثم بعد ذلك قال: أيها الناس، أفضل يوم عند الله في السنة وهو يوم عرفة، وخير يوم طلعت عليه الشمس وهو يوم عرفة، إن الله اطلع على أهل عرفة. فقال لهم: إني قد غفرت لكم، إني قد غفرت لكم. والدعاء فيه مستجاب، فادعوا ربكم. فأخذ الناس يدعون للرحمة والمغفرة والرضوان والتواب، ويدعون للجنة والفردوس الأعلى، ويدعون الله تعالى أن ينجيهم من عذاب القبر، ويدعون الله تعالى بصلاح الأولاد والبنات والأحباب. دعاء طويل، صار الناس كل منهم يقول كلاما في الدعاء ويؤمنون. والنبي الكريم كان يدعو ويقول: أمتي أمتي يا غفور، أمتي أمتي يا غفور، إلى أن غربت الشمس. بعد ذلك قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: اندفعوا. وقال قول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فصار الناس كلهم يندفعون، قضوا تفتهم وليوفوا نذورهم. ثم قاموا جميعا يندفعون. يقول أنس: كنت أرى الناس على مد البصر، الناس في كل مكان، أنظر يمينا أرى الناس على مد البصر، أنظر شمالا الناس على مد البصر، أنظر في الأمام الناس على مد البصر، أنظر في الخلف دائما الناس على مد البصر، أعداد كبيرة يندفعون. والنبي الكريم فوق ناقته يقول: السكينة السكينة، تريتوا تريتوا، السكينة السكينة. فاندفعوا من عرفات إلى المشعر الحرام حوالي 7 كيلومترات، مشى الأقدام والليل والظلام، والناس حفاة، والعرق الشديد والحر الشديد، لم يكن كما هو اليوم طعام وشراب ومبردات ووسائل نقل، تعب شديد، حتى وصلوا عند المشعر الحرام. وهنالك النبي الكريم حط الرحال، ثم قال: نصلي المغرب والعشاء جمع تقديم، جمع تأخير، جمع تأخير بالتقصير. فصلوا المغرب والعشاء في زمن العشاء. ثم النبي الكريم قال لهم: اذكروا ربكم عند المشعر الحرام، اذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، اذكروا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ف
فصار الناس يذكرون الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ومنه من يستغفر، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الناس يذكرون الله كثيرا، اذكروه كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، حتى بزوغ الفجر. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: اجمعوا الحصيات، حصيات من مزدلفة لرمي الجمرات. ثم أخذ حصات ما بين الحمص والفولة وقال: أيها الناس إياكم والغلو، بمثل هذا فرموا، فإنما أهلك من قن قبلكم الغلو. فأخذوا حصي قليل وقد جمعها للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر جمعها له. ثم لما صلوا الفجر في مزدلفة وهم كلهم بكاء ودموع وخضوع لله سبحانه وتعالى، اندفعوا نحو الجمرات. فذهب النبي الكريم عند الجمرات الصغرى والوسطى، تجاوزهما إلى أن وصل إلى الكبرى، ثم قال: أرموا. فقال: بسم الله الله أكبر، وأخذ يرمي الحصايا الواحدة تلو الأخرى ودعا الله تعالى، ثم انصرف إلى منى من جديد. ذهب إلى منى لكي يستريح، وهذا اليوم هو يوم النحر، يوم العاشر من ذي الحجة. فالنبي الكريم استراح، ثم نادى عن الحلاق فقال: احلق رأسي، لأن النبي الكريم حج بحجة الإفراد، لم يحلق في 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 لما جاء بطواف القدوم. فأعطاه الرأس وبدأ النبي الكريم يستغفر. فقالوا الناس: يا رسول الله، هل نحلق أم نقصر؟ فقال لهم: رحم الله المحلقين، ثم قال: رحم الله المحلقين، ثم قال: رحم الله المحلقين، ثم قال: والمقصرين. فالمحلقين رحمهم ثلاث مرات، ثم بدأ بنفسه فقال: حلاق احلق لي الشق الأيمن، ثم بعد ذلك الشق الأيسر. فصار الحلاق يحلق له والنبي الكريم يستغفر: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، والحلاق يحلق حتى انتهى من الحلق كاملة. ثم بعد ذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم تناول أكل العيد وقال: أيها الناس، لنقضي طواف القدوم، من أراد أن يقضيه فليقضيه، ومن كان متعبا فبعد أيام التشريق. فذهب النبي الكريم من منى وعاد إلى مكة 17 كيلومترا مرة أخرى، وصار معه عدد كبير من الوفود من الصحابة الذكور والإناث، وبقي المتعبون ينتظرون في منى. فلما وصل إلى عرفة، إلى المكة المكرمة، أعطوه البعير، قالوا: اصعد يا رسول الله فوق البعير حتى نراك. فذهب عند البيت وقام بمثل ما فعل في طواف الإفاضة، في طواف القدوم فعل في طواف الإفاضة. بدأ بالحجر الأسود وقد أزال عنه الإحرام، ما يسمى بالتحلل الأصغر، أزال عنه الإحرام ولبس جبته ووضع عمامته، ثم انطلق إلى طواف الإفاضة وبدأ من الحجر الأسود: بسم الله الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك. وانطلق النبي الكريم يطوف سبعة أشواط كما فعل أول مرة حول الكعبة المشرفة، ولما انتهى صلى ركعتين عند مقام إبراهيم، ثم بعد ذلك شرب من ماء زمزم، وسعى الناس بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم عادوا مرة أخرى إلى منى وصلوا فيها الصلوات الخمس بالتقصير. وكان النبي الكريم في تلك الأيام في منى يملأ الوقت كله بالذكر والمذاكرة، الصلاة وتلاوة القرآن والتفقه في الدين والاستذكار الأحاديث النبوية الشريفة واستفتاء الناس في شؤون دينهم. فصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي ذلك اليوم الموالي بعد الزوال، اليوم الحادي عشر
بعد الزوال النبي الكريم أخذ الحصيات وتبعه الناس وقالوا نرمي الجمرات، فرمى الجمرة الصغرى بسبع حصيات يقول بسم الله الله أكبر، ثم نظر إلى الكعبة ورفع يديه ودعا الله كثيرا، ثم صار نحو الجمرة الوسطى ورماها بسبع حصيات بسم الله الله أكبر، ثم بعد ذلك رفع يديه ودعا الله تعالى، ثم اندفع نحو الجمرة الكبرى وقال بسم الله الله أكبر ورماها بسبع حصيات، ثم انصرف مباشرة من الجمرة الكبرى إلى منى. وهنالك بقي ثلاث أيام، أيام تشريق، أيام الحادي عشر والثاني عشر، وقال لهم لكم أن تعيدوا اليوم، من أراد أن يكمل الثالث عشر له ذلك. والنبي الكريم أكمل اليوم الثالث عشر، وبعده النبي صلى الله عليه وسلم صار نحو بعد ذلك قال لهم آخر عهدكم بالبيت هو طواف الوداع، فصار النبي الكريم مرة أخرى رجع إلى المكة المكرمة وطاف حجة طواف الوداع دون سعي، طاف سبع أشواط حول البيت وصلى عند مقام إبراهيم ركعتين، فكان عدد الطوافات لطافها ثلاثة، الأول يسمى القدوم والأوسط يسمى الإفاضة وهو ركن، والآخر سنة مؤكدة وهو طواف الوداع، ثم انصرف من مكة المكرمة وعاد إلى المدينة المنورة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.